لو انت مهتم بمجال المهارة يبقى الفيديو ده يهمك، وانصحك انك تشوفه للنهاية. لو عجبك شغل ثلاثي الابعاد وازاي تصممه وازاي تعمله، تابع معنا الفيديو ده، هيفيدك جدا جدا جدا، هورجك من البداية للنهاية تعمل الشغل ده ازاي. اول حاجة زي ما احنا عارفين ده حتة شغل انت بتفرده وبعدين بتشطبها بتجهزها انك تشتغل فيها. هنا فرد ودراعي اهوت وبلقط الواطي، وبعد كده يعمل عملية تخشين. لا بس شغل ثلاثي الابعاد ده يعني يفيدك لو انت عايز تعمل تحفة فنية في صور، في واجهة، في شغل، في واجهاتك، في شغل تعمل اماكن معينة تدي منظر جمالي يعني تدي شكل جميل. هنا خلاص اهوت قرب يخلص تخشين. طبعا ما تنساش لو عجبك الفيديو تدعمنا بلايك واشتراك في القناة. هنا خلاص بيفنش خلاص. خلاص هنا خلص قرب يخلص تخشين اهوت وفنش الجنب. شوف حتة الصور دي الصغيرة اللي قدامك دي، شوف هيعمل منها ايه. هنا خلاص اول حاجة بنعملها بنقسم الصور نصين بالمتر، وادي الميزان والقد معانا. خلاص بنقسم النص، ده النص بتاعنا، والنص بيقسمه النص بالعرض. خلاص خلص النص بالعرض، وبيقسم كل ربع على زاوية الميزان يعني زي مثلث. ده هو كل ربع بتقسمه على زاوية مثلث. من الزاوية للزاوية خلاص ده اخر ربع اهوت بيعمله من الزاوية للزاوية. وهنا بالمتر اهوت هيعلم شباه. هنا بيعلم كل علام على نقطة الصفر من تحت، يعني بياخد علامات لو علام على نقطة الصفر من تحت كله معاك على نقطة الصفر من تحت. واضحة الفكرة معاك؟ ايا كان تتقطع كام بقى هتقسم على كام، وطب اهم حاجة ان انت بكل العلامات ديت قطعها على نقطة الصفر من تحت. شوف كله على نقطة الصفر من تحت، كله على نقطة الصفر من تحت. زي ما انت شايف كله على نقطة الصفر من تحت. شوف اي علامة هيعلم كله على نقطة الصفر من تحت. يعني انت بتقسم معاك قطع كله على نقطة الصفر. احنا قطع البطول الاول القايل بيبدأ بقى بيعلم بالعرنوز بقى بتاعه العريض. اهو بيكوات كله على نقطة الصفر اللي هو علمه بيقطعه بالعرنوز. المنظر الجمالي من كل اللي بيوسع هو بيكبر العرنوز بتاعه بيحدد الشغل. شوف المنظر الجمالي بدأ يبان معاك هنا ما شاء الله.
مهارة يا جماعة والله العظيم ما مهنة، لا مش مهنة بسيطة، المهارة دي مهنة فيها فنيات عالية عالية بجد. ومهنة من المهن الممتعة في شغلها بصراحة. شوف بقى بياخد هنا العكس، شوف الحتتين اللي فوق واللي تحت هنا بياخدهم العكس، ده بقى اللي بيعمل لك ثلاثي ابعاد. شوف هنا اهوت، تخيل لك هنا ان الرسمه هنا بتتخيلك ان في ارضيه تحت وفي جنب وفي سقف، يعني بصراحه روعه روعه في الجمال. هنا اهو هو ده اللي فوق، من العرنوس للعرنوس. شوف سلم العرنوس اتقلع ما شاء الله. هنا زي ما عملنا الاولانية هنعمل التانية. هيعلم وهناخد برضو اللي هو النص الاول. تلات شرايح اللي في النص بتعلمه الاول. ميزانك اهم شيء، الميزان معاك. خلص حدد بقى العرنوس بتاعته وفتحها اهو، فتح العرنوس بسم الله ما شاء الله. لسه ما شو الفينش في الاخر. ده بقى عايز تبدع انت في شغل وجايك بقى، تعمل حاجات ممتعة كده. لو انت عايز تعمل منظر جمالي بالطريقة دي، في جنب في شقة من جوه ثلاثي ابعاد، يديك رونق حتى في ترتيبه في دهاناته. لا روعة. بص في النص اللي خلص، بص في شوف الشكل ما شاء الله. شوف شوف حتى هو شغال بيقطع، بيوحي لك ان هو حاط على الارض، مش حاط على الجنب على الصور. لا 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 بصراحه يعني. شوف هنا اهو، بص خطوه بخطوه، يعني انت ازاي تعمل الشغل ده بقى. بص لو عايز تعمله جنب 4x4 3x4 اي جنب، عايز تعمل حته صغيره بكل المقاسات تقدر تنفذها بنفس الفكره. انت تجي الفكره وانك ازاي تعملها وانت وخيالك عايش معاه. اهم شيء ما تنساش باذن الله تنزل تحت لايك واشتراك في القناه. هنا خلاص يا ود بينظف شغله، ود حته السفنجه بقى كده وتنظف بقى الزوايد طبعا بتاع الروايش اللي انت بتاع الهرنس انت فتحتها يا ود، بتنظف. اهم حاجه خلي بالك نظافه الشغل اهم من الشغل، النظافة نفسها بتاع الشغل. خلصت تمسك من الفرشة اهوت بالسفنجة، ويا سلام بقى، ويا ريت كمان لو يكون فرشة كده وتنظفها كده او شوف بقى ده، يعني لو حتة كده مش مفتوحة او عايز توسعها تظبطها يعني كده. شيك انت بقى على الرموز بتاعتك كده واحدة واحدة، نظافة تشيكة الشغل ده اهم شيء. انت عملت كل شيء، اهم حاجه بقى النظافه بقى وانت شغال كده. يعني ايه اللي شايفه مش مفتوح كويس، اللي شايف العرنص في حته غويطه وحته مش غويط، انت فاهم انت ازاي بقى وانت بتقطع كده. يعني احنا احيانا لما نيجي نقطع العرنص كده بتلاقي حته يعني ايه العرنص واكل فيها قوي، لا حته مش انت تقدر تزود فيها، تخف فيها، تقرص عليها شويه في العرنص كده. شوف بقى بالفرشه اهوت اهو، مسح كل الهرميز كده. ايوه نظافه نظافه، انك تنظف الشغل. هذا الشكل يا سيدي في النهايه. شوف الجمال شوف الجمال يا بقى.
بصراحة روعة. أنا هسيبك تحكم أنت. أنت أحكم. أنت إيه رأيك في الشغل ده؟ يعني يا ريتك تفيدنا، ولو في أي جديد أو في أي فكرة عندك أو أي حاجة عايز تبعتها لنا على القناة، أتمنى إنك تبعتها في التعليقات وتبعت اللي أنت عايزه وتبدينا برأيك. الله، بقول لك كانت الدهن بالطريقة دي، أي شكل أنت عايز تدهنه تدهنه. أتمنى نكون أفدناكم بالفيديو. سايش تدعمنا بلايك واشتراك في القناة، دعمك لينا يفرق كتير.